إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين مع نظام التعليم الجديد. عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم اجتماعا مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لبحث جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين. وأكد الدكتور رضا حجازي أنه تم إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين بما يتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر، مشيرا إلى ضرورة إقامة حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلم للاستماع إلى مختلف الآراء والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير وخروجها في أفضل صورة ممكنة، ووجه بحل كافة المشكلات التي تواجه المعلمين والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه ترقياتهم.